لطالما أنصت الإنسان لروايات علمية تشير إلى وجود كائنات فضائية قامت بزيارة الأرض، وتناولت السينما أشكالها، تارة بعين واحدة وتارة أخرى تستقل كبسولة تهبط على الأرض، وكلها اعتقادات وخيالات رسمها مخرجو السينما الأمريكية، كما قدمها فيلم War of the Worlds الذي أخرجه العالمي ستيفن سبيلبرغ. لكن ولع العلماء بكائنات الفضاء قد يختلف قليلاً، إذ فاقت التوقعات الخيال على مستوى البحث عن هذه الكائنات في الفضاء ذاته، ويسرد الخبراء الألاف من الإدعاءات المسجلة برؤية أجسام غريبة من أماكن مجهولة في الفضاء. صحيح أن هذه الإشارات لم يتم تفسيرها بعد، ولكن يؤمن بعض العلماء أنها قد تكون رسالة من كائنات أخرى، مما دفع حكومات إلى ضخ الملايين لبناء تلسكوبات ترصد الأجسام البعيدة في الفضاء. علماء من جامعة كامبريدج يتوقعون وبشدة رؤية كائنات فضائية في المستقبل بفضل التلسكوبات الجديدة والقوية، ويتوقع الخبراء أن السنوات العشر القادمة ستشهد أكبر اكتشافات في مجال الفضاء، وربما تجيب عن اعتقادات البعض بأن هناك حياة في الفضاء تختلف عن الحياة في الأرض. إلا أن العلماء يتمنون أن يأتي هذا اليوم الذي يحمل مفاجأة تجيب عن السؤال المحير منذ آلاف السنين، وهو: هل توجد حياة خارج الأرض؟ أم أننا وحيدون في هذا الكون؟